معشوقة الجماهير، الكبير يحبها، أما الصغير فيعشقها، له جمهور واسع في كل أنحاء العالم، أمريكا اللاتينية، أوروبا، حتى في آسيا والشرق الأوسط. هذه رياضتنا لليوم، كرة القدم مع كابتن ورد، لنتعرف على أساسيات هذه اللعبة ومعايير اختيار اللاعبين. كابتن ورد حياك الله في برنامج مساء النهار. يا اهلا وسهلا. شو اهم الاساسيات اللي تعلمونها للاعبين في تشامز اكاديمي؟ نحن بتشامز اكاديمي اولا هي الفئات العمريه الموجوده عندنا هي من 4 سنوات لل 14 سنه، طبعا كل فئه عمريه بيختلف التعليم فيها طبعا، بس الاساس هو انه نشتغل مع اللاعب على تطوير مهارات اللاعب، مثلا التمرير، التحكم بالكره، التسديد، وطبعا نشتغل على موضوع اللياقه البدنيه، عامل مهم جدا عندنا. والفلسفة اللي نعتمد عليها طبعاً من الفئات العمرية اللي من 8 وطالع، أنه اللاعب لازم يعني وقت نعلم اللاعب نحن كيف تمرر الكرة، نحن دايماً بهمنا مش بس يكرر الموضوع، بهمنا يعرف متى يستخدم هذا الموضوع، أي متى يعطي الباس، يعطيه بالوقت الصح، لازم يكون قاري الملعب صح مثلاً. بهمنا كتير نحن نفوت على الديتيلز أكتر كرمال اللاعب يفهم الموضوع وقت يروح على المباراة يعرف يستخدمها بالوقت الصح. زين كابتن وردة، في معيار مثلاً لأني أنا أختار لاعب يكون هذا اللاعب صالح انه يكون لاعب كرة قدم ولا ما في؟ بصراحة انا شخصيا انا اذا بيجي لعندي اللاعب انا بحدد مستوى طبعا اولا، ولكن نحن وظيفتنا كمدربين تطوير اللاعب. طبعا في لاعبين موهوبين انت بس بتاخذهم وبتحاول تطورهم اكثر، ولكن في عندك لاعبين انت لازم تبنيهم من يعني مثل ما بنقول من الصفر، بيجوا عندك لا ما بيعرفوا نعم. اي شيء على الفوتبول. فانا وجهة نظري دائما انه المدرب الصح، المدرب الجيد هو اللي بيقدر يوظف كل شيء تعلمه وقدراته انه ينشئ لاعب من لا شيء. يلا خلوكم ويانا مشاهدينا، خلينا نسدد على المرمى. طبعا مشاهدينا عندنا بطلين من ابطال هذا الملعب اللي بنسالهم اسئله تخص كره القدم. سامو، ليش حاب تكون لاعب كره القدم؟ أول ما بلشت ألعب كرة القدم كتير حسيت إنه اللعبة حلوة، إيه، وحسيت إنه لما أكبر بدي أكون لاعب كرة القدم. حلو. تحب إيه. كريستيانو ولا ميسي بسرعة؟ رونالدو. رونالدو. ليش؟ أحسن من ميسي؟ إيه. هذا رأيك يعني؟ إيه. زين، بننتقل لزميلك ونشوف. تحب كريستيانو ولا ميسي؟ أوكي. طبعًا مشاهدينا سامو حاب يكون لاعب كرة قدم يوم يكبر، لكن بننتقل لجاد ونشوف شو رأيه في هالموضوع. جاد، ليش حاب تكون لاعب كرة قدم؟ حبيت كرة القدم وقت كنت صغير، وبعدين شفت ميسي ورونالدو وبعدين كنت بدي ألعب. يعني ميسي ورونالدو هم اللي حفزوك لتكون لاعب كرة قدم؟ إيه. أنت تحب ميسي ولا رونالدو؟ ميسي. وسامو يحب كريستيانو؟ نعم. فبينكم تحدي، وحين أنا بلعب وياكم بنشوف من هو يفوز. إيه. أنا بكون ضدك أنت وسامو. إيه. يلا مشاهدينا شوفوا الماتش اللي بتحدى فيه سامو وجان. يلا تمرين وجهد ولياقة بدنية، هذه رياضة كرة القدم اللي أجمع على حبها الجميع. بهالفترة اللي لعبت فيها مع الأبطال الصغار تعلمت أنه مع التمرين المستمر أكيد بتوصل لهدف، وبحسب سامو وجاد أن كريستيانو وميسي طبعاً هم الأفضل في هذه الرياضة، لكن يبقى السؤال، من هو المنتخب اللي فاز بكأس العالم لسنة 2022؟ وأكيد بنشوفكم برياضات أخرى.